معاكم النهارده هنتكلم على برنامج سوليدري اي اف سي اوبتمايزر. البرنامج ده بيعمل ايه؟ بيصغر حجم ملف الاي اف سي. ايه ملف الاي اف سي ده؟ ملف بنستخدمه ان احنا نصدر الحاجه من اي برنامج من برامج البيم لبرنامج تاني. يعني ممكن يكون مثلا شغال على برنامج تيكلا في جزء معين اللي هو مثلا جزء الحديد، في نفس الوقت شغال على برنامج ريفس الام اي بي، فعايز انقل المعلومات من البرنامج ده للبرنامج التاني. فباجي مثلا في الريفت بقول له اكسبورت اي اف سي واروح مسيف الملف. تمام، في برنامج بجيبه اسمه سوليبرتي اي اف سي اوبتمايزر، ده بديله الملف الاي اف سي بالشكل دوت اوبن، وبعد كده بقول له اوبتمايزر، بديله المسار اللي هو هيطلع الملف المضغوط سيف، هو بيبدأ يعمل اوبتمايزر ويبدأ يكون الملف الجديد. بيضغط لي حجم الملف زي ما نشوف دلوقتي، اهو ده حجم الاصلي وده بعد التصليح او بعد الضغط. تمام، فبرنامج مفيد، وحتى الصيغة بتاعت الاي اف سي صيغة ممتازة جدا ان احنا نشغل على كذا برنامج. فأتمنى ان احنا نبدأ نستخدمه. عمر سنة.